السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي كما كنت وعدتكم اليوم رايحة نشارك معكم الوصفة نتاع الحصى نتاع تيميمون، يعني كيما تقولوا الحريرة. الحريرة نتاع في الغرب يديروا فيها الخضرة وكاع، احنا بالنسبة للحصى نتاعنا نعتمد فقط على زنبو كيما نتوما تقولوا له، كاين اللي يقولوا كاين الفريك هذا بصح مختلف. يعني شوفوا كيفاش داير، هذا هو نشريه مطحون، وتاني كيما نقولوا كاين اللي يشريه مطحون، كاين اللي يخدموه في الدار يدوه يطحنوه يديروا له الصوالح. كيما انا اللي عطاته لعزوجتي فيه صوالح، يعني واجد تبارك الله ما شاء الله فيه كاع الصوالح نتاع سما غير طيبين. دروك غادي نوريكم واش رايحه ندير. الماء راني كما كنت تشوفوا درت هذا المقدار الكميه من الماء في القدره نتاعي، وبالكميه نتاع الحريره انا نبغي نطيب نتاع يومين باش ما نقعدش نطيب كل يوم، يعني نطيب تاع اليوم وغدوه بما اننا فردين فقط في البيت. هنا المكونات اللي راني رايحه نستعملها، شوفوا معايا. هنايا عندي الفول يابس وعندي الكليله هنايا مطحونه. كاين الكليله يخليها قد هذا الفول، يعني هكا تكون غليظه كيما هكا كيما الفول هذا الرقيق، باش فتالي الحريره تلقاي هذاك التهلوش. هنا يقول الختيم، هذا الختيم عباره عن مكونات، فيه الحلبه، فيه تاني الكليله، فيه السانوج، فيه بزاف صوالح بنين بزاف، ويعطي هو سر يعني نتاع الحسان نتاع تيميمون ما شاء الله. هنايا الحشايش نتاع الحريره اللي بزاف شابين يعجبوني، كنت تعلمتهم من عند جارتنا. كانت تعجبني الحريره نتاعها، فدائما كنت نبغي نعرف السر نتاع البنه نتاع حريرتها، ولقيت انها دير هاد الحشاوش فتلقاوهم واجدين عند العشاب. بالنسبه لهاد المكونات كاع تلقاوهم عند العشاب. هنايا الثوم اللي كنت خدمته معاكم بالقزبر هكا واجد، درته في القوالب كما راكم تشوفوه مجمد. هنايا عندي الملح، عندي القزبر هنايا مطحون، وعندي هنايا الثوم مطحون، هنا الكليله كما قلت لكم، وهنايا الملح وزوج احرورات. هاد المكونات شوفوا الطريقه اللي رايحه نديرها سهله وبسيطه. الله يخلف على زوجتي اللي علمتها لي وما تغبنكش كاع في الحصى، يعني لو كانت تبقى ساعة المغرب وتقدري توجدي الحصى نتاعك بسرعة. واش رايحة ندير هنايا كما كتشوفو، ندير هادي هاد الحجم تاع هادي زوج هكا معمرين معمرين كيما هكا كيما راكم تشوفو. راح نحيد كاع باش ما يتحتليش، كلشي نخلطه، انا ندير كلشي بارد في بارد. نشوف على كمية الماء، نزيد الثالثة. انا الحريره كاين صراحه من تشد لي حتى لثلاث ايام، يعني مانيش من داك الجوغ اللي وكاين وين نبغي نتسحر بها. كاين اللي ماشي دائما في السحور يبغي السفه تبغي تشربها في السحور، انا خطره تعجبني في السحور صراحه. هذه هي راني هنايا درت ثلاثه كما راكم تشوفوا، هاو لكم زنبو تاعي. هنا رايحه نضيف المكونات هذه اللي عندي هنايا، بسم الله. هاد المكونات كاع كيما قلت لكم، دوك نكتبها لكم في صندوق الوصف، تلقاو كاع هاد المكونات مكتوبه وكاع تلقاوها تبع عند العشاب. حتى الثوم رايحه نضيفه مع القزبر باسكو كي يطيب فيها يجي ما شاء الله. هاد الحرورات راني غسلتهم ورايحه نضيفهم من البدايه صراحه، يعني من بعد نتي تبقى عليك غير تعسيهم باش ما يطربولكش. تخلطي كلشي مليح حتى بسم الله. هنا واش رايحه نضيف، رايحه نضيف الزيت، وحده زوج ثلاثة أربعة خمسة. بالنسبة للناس اللي يدير الشحم، أنا يا ما نبغيش الشحم صراحة ومانيش باغي ندير فيها اللحم في القدرة نتاعي. كاين اللي بغي يدير فيها اللحم تجي البنة ما شاء الله، يعني الحصى يجيب اللحم ولا أروع، خاصة إذا كان اللحم اليابس. وندير ملعقة نتاع الطماطم كونسونطخي. إلا درتيها بالشحم وهذا تجيك ما شاء الله روعة. أنا بما أنه اليوم ما عندي لا شحم ماني باغيه ندير فيها اللحم، ف رايحه ندير فيها الزيت هاد المعالق. الا كان عندي الشحم ما الزيت ندير فيها غير زوج مغارف، يعني ماشي حاجه كبيره. هنا بعد ما مزجت المكونات نتاعي كما راكم تشوفوا، ندوها نحطوها فوق النار ونبقى نحرك حتى تبدا تطبخ الحريره نتاعي. تبعوا معايا، هنا الحصى نتاعي راه فوق النار كما راكم تشوفوا، ونبقى نحرك فيه باش هاد ما يتكتليش لتحت ويبقى غير لتحت. نبقاو غير نخلطو فيه، يعني من الاحسن شوفوا الناس اللي تستغبن وهي واقفه طيبيه في الطابونه وانتي مريحه في البنك وراكي تحركي فيه تقابليه. انا صراحه ماني باغا نطيبه واقفه، مش باغا نبعد
حسب نحس راح نعجز. هذه هي بالنسبه اليوم النهار الاول. انا ما نبغيش نكثر الماكله بزاف فوق الطابله وكاع، باسكو زعما الشو الكرش تعمر وكاع. نبغي ندير غير الحريره وغادي ندير معاها بوراك ونشوف شنو ندير. ممكن ندير زيتون ولا ندير طاجين حلو، مازال ما استقريتش على رايي. فهذه هي، انا ما بغيتش نخمم بزاف، نبغي نحل الفريجيدار نقعد نشوف اللي خممت فيها. هذيك هي كتشوفوا اللون تاعها كيفاش راهو داير. هذه هي والريحه راهي ما شاء الله كي تخلطوا المكونات. بالنسبه للحصى كل واحد والطريقه نتاعو. انا زعما هذه الطريقه اللي كتبتها من عند عزوجتي، وصراحه هي ما ديرش كاع زعما ما ديرش هذوك الحشاوش، دير حوايج اخرين يعني. لازم ديري بعض التعديلات كل واحد والذوق نتاعه، بصح الطريقه هي اللي علمتها لي. يعني كل شيء نخلطه مع بعض ومن بعد تحطيها فوق النار وتقعدي غير تحركي فيها باش ما تكتلكش لتحتها وتسهل تطبخ. دوك كي تبدا تطبخ نعاود نوريكم. احبابتي راح نشارك معكم تدبيره نتاع الحفاظ على الطماطم المعلبه. احسن طماطم يعني شتهم يستعملوها الناس هي نتاع الحاره، وكاين انواع اخرى ملاح. بالنسبه انا نعطيكم واحد الملاحظه، انا ما نخدمش بالطوماط كونسونطري كاع العام، يعني غير من في رمضان وباغي نبغي نديرها في الحريره باش تعطيني هذاك اللون الزين هكا في الحريره. ما انا نخدم غير بالزعفران صراحه، وما نبغيش نخدم بها الطوماط كونسونطري لاني نحسها مش طبيعيه. فما اني مضطره اللي نخدم بها، كيفاش رايحه نحافظ عليها؟ راح نديرها هنايا، نجيب هذه بورت مونجي عندي كيما هكا، دي تاع حلوه الترك، فرغتها وغسلتها ونشفتها، رايحه نديرها فيها، راح كاع نفرغها فيها. وباش ما ديرليش هذاك الصوف، شتو لو كان تخلوها في العلبه نتاعها تبدا تصوف لك من الفوق، وانا هذه كاع سبتي باش كرهت الطوماط كونسونطري. فرايحه ندير لكم تدبيره، ممكن كاين منكم اللي يعرفوها كاين منكم اللي جديده عليهم. نفرغ هنا الطماطم نتاعي كاع كيما راها في البواطه هكا، حتى الاستعمال نتاعها يكون احسن. يعني عندك علبه تقدري تفتحيها تبلعيها خير من هذا القوطي هذا، نحسو انايا باللي اون بليس دو سا خطير دونجي باسكو المقطع تاعها يجرح. خلاص نفرغ القوطي. شكون اللي يبغي هذه العاده؟ هذه دائما ديروا الماء في القوطي هذا وتشري له وديروه في القدره نتاعكم، نديرها في الحساب. هذه هي يعني هذيك من العادات والتقاليد نتاع المطبخ الجزائري. هاي شوفوا هنا واش راح نديروا. هذه الطريقه ندير عليها الزيت. بسم الله باش ما تفسدليش وما ديرش هذاك الصوف. كي ديروا عليها هذاك الزيت غادي تشد لكم لمده شهر، ما رايحه تصوف ما والو. ملعقه واحده غير مغلف كما راكم تشوفوا، وفوتوها عليها كامل هكا بالملعقه وصاي. هذه هي وهكا نحتفظ بها بالثلاجه، نستعملها الوقت ما بغيت وتطول معايا. سمحوا لي ما كنتش كتبتكم راكم تشوفوا. هكا ندير هذيك المغرف تاع الزيت كاع فوقها، ودركا نبقى لي غير نغطيها ونحتفظ بها في الثلاجه. وهذه هي كما راكم تشوفوا قعدت نخلط فيها حتى مده 10 دقائق، وانت تحركي فيها حتى دير هاد الرغوه. كي تشوفوا دارت هاد الرغوه هنا شنو نديروا؟ كنت دايره النار متوسطه، ودركا غادي ننقص النار نخليها تطيب على خاطرها وتقلب في خاطرها وتطيب. غادي ندير لها الغطاء بصح ما غاديش نغطيه، غادي نخليها نصف التغطيه فقط، يعني نص مغطى ونص مغطى. بسم الله هكذا ونخليها تطيب على نار هادئه حتى نشوفها بدات تعقد. راكم تشوفوا على نار هادئه راهي بدات تتقلب كيما هكا، نخلوها حتى تطيب براحتها وتجينا بنينه، تجي ماهيش عقده بزاف وماهيش خفيفه بزاف ان شاء الله. وهذه هي اذا حباباتي، هذا هو الحصان تاع سيميمون. شوفوا راهي وجدت الحصان تاعنا. هذه هي واحد الريحه راهي يا سلام، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ريحتها مميزه بزاف ومختلفه بزاف بزاف على الحريره تاع الغرب. اهم حاجه انا تعجبني هي هذاك الفول كي يقعد من تحت تحطيه في الطبسي كيما هكا، شوف
كيما هكا تجي علامه ما شاء الله. المهم انت عينك ميزانك، كاين اللي بغيها تقل من هاك كاين اللي بغيها خف من هاك، هي لازم تجي مويه، ما هي ثقيله ما هي خفيفه. انا ما نبغيهاش ثقيله الصراحه وما نبغيهاش خفيفه، تعني كيما هكا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد رايحه نحطها لكم في صحن التقديم، والجميع وحده راهي في الكوزينه، ربي يعاون الامهات، ربي يعاون البنات، ربي يعاونكم كاع ويعطيكم صحيحتكم. هذه هي حبايبي، دوكا حطوا الحريره نتاعنا، صحه فطوركم، تفطروا بالصحه ان شاء الله. انا ما حطيتهاش، خليت الفيديو حتى كيما راكم تشوفوا هذه كيفاش يكون القوام نتاع الحريره نتاعنا. الريحه تاعها راهي ما شاء الله، حتى البنة بعد ما تفطروا ذوقوها، يعني عينكم ميزانكم بصح عاودوا ذوقوا الملح اللي يكون خاصكم الملح ولا حاجه. هذه هي اذا حباباتي صحه فطوركم، وهذه هي الحريره تاعنا كيفاش قدمناها، جات ما شاء الله الريحه والبنه وكلش. هذه هي الحريره تاعنا تاع تيميمون، هذا هو الطبق الرئيسي والتقليدي في رمضان. كاين الكعبوش كيما حطيته لكم، هذاك هو اللي نفطروا به، وكاين الحليب يديروه بالتوابل ويديروه بواحد التوابل وكاع باش يحطوه يخدموه، والبن وكاع. وكاين هاد الحريره تاعنا البروفيسيونال تاع تيميمون. المهم مع السلامة حبيباتي في فيديو آخر إن شاء الله، صحة سحوركم، يلقاكم هذا الفيديو بصحة أتم الصحة والعافية. وفي فيديو آخر إن شاء الله ما تنساوش تخليوا لي جام، تبارطاجيو لي لا فيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس إذا ما كنتوش مشتركين.